أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجال. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شيوخ الأفاضل، أيها السادة الكرام، أيها الحضور العزيز، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دون إطالة، محاضرة هذا المساء هي مع الشيخ العالم الداعية شهاب الدين أبو زهو من جمهورية مصر العربية. مباشرة أحيل الكلمة إلى الأستاذ عبد السلام ليضع أمامنا تعريفا موجزا بالأستاذ، ثم المحاضرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أطيل عليكم، ولكن فقط أعطيكم السيرة الذاتية للشيخ كما أرادها الشيخ، وهو إجحاف في حقه. هو الشيخ شهاب الدين أبو زهو، أستاذ علم الحديث النبوي بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بمصر، وهو عضو بجمعية تبليغ الإسلام. هذه الجمعية التي تبلغ الدين الإسلامي ب111 لغة، وهو عضو من هذه الجمعية. الشيخ هو من مواليد 1969، وله ما أراد أن أتوقف وأحيل الكلمة إليه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإخوة الفضلاء، إخواننا الكرماء، وأخواتنا الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بتحية طيبة مباركة من عندي، وأنزلكم منزلة تليق بحفاوتكم بالعلم وأهله، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا. بين يدي هذه الكلمة التي أعرضها على حضراتكم أقول: كنا نقرأ عن بلدنا الثاني الجزائر، وكنا نتابع أخبار أهله، نفرح لما يفرحون به، ونألم لما يألمون به، نشاركهم آمالهم وآلامهم. وهكذا المؤمن من إخوانه بمنزلة الرأس من الجسد، يألم لما يألم الجسد ويفرح لما يفرح به الجسد. حتى إذا وافينا بلدكم المبارك ونزلنا في أول محطة نصل فيها، وجدنا والله ما يعجز اللسان عن بيانه من حب وإجلال وتقدير
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يرزقنا وإياكم رفقة نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. أحببت أن يكون هذا اللقاء حول قول الله تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام في مختتم سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، ونحن قد أمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في قول الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وأن يكون أول المسلمين القائمين بذلك، فإن على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرون، وبهديه نقتدي. هذه الآية تفيدنا أن المسلم ينبغي أن يسأل نفسه في كل عمل: لما وكيف؟ وهذان سؤالان شهيران: لما أفعل هذا الفعل؟ لما أقوم به؟ وهذا سؤال عن الدافع. وكيف أقوم بهذا العمل؟ ما هي آلية تنفيذه؟ ما هي الطريقة التي أصور فيها هذه النية التي علم الله عز وجل مني صدقها؟ وكيف سؤال عن المتابعة والمنهج. فإذا صحت لنا النية وسلمت الغاية وكان الهدف نبيلا، فإنه يجدر بنا أن تكون الوسيلة والطريقة والمنهج والصورة شريفة، ولا أشرف ولا أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين أسأل نفسي لمن أنا، إن قلت لله فتلك مسؤولية، وإن توقفت في الإجابة فما ينبغي أن أتوقف، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون أول المسلمين، ونحن كذلك أمرنا أن نتسابق في فعل الخيرات في سورة البقرة وفي سورة المائدة في قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي وكونوا أنتم السابقين. لأن بعض الناس يرضى أن يتسابق وأن يتسارع في الخيرات، لكن يرضي أن يكون في مؤخرة الناس في ذيل القافلة. المسلم شعار أنه يكون في أول الناس حيث يدخل معهم في السباق، هو ركض إلى الله عز وجل، وهذا ما سنعيش معه. هل نحن لله عز وجل؟ وما مقدار الأمور التي نحياها ونصرفها ونعيشها؟ ما مقدار ما كان لله تعالى منها؟ وهل نستطيع أن نوجه حياتنا وأن نكيفها فتكون لله عز وجل من أولها إلى آخرها الـ 24 ساعة؟ هذا أمر يجدر بنا أن نقف عنده كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. في دعوات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ما حفظناه عنه، وهو دعاء نقوله في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك. لعلكم إخواني الفضلاء لاحظتم معي
أن العمل تكرر في هذه الأدعية. العمل المتقبل، العمل الذي يوصف بأنه أحسن العمل وأفضله، العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فلو سألنا أنفسنا ما هو العمل الذي يتقبله الله، وما هو العمل الذي يرفعه الله ويرفعني الله عز وجل به، يجدر بي أن أسأل هذا السؤال عند كل عمل أقوم به. فلو أحسنت الإجابة كانت النتيجة بإذن الله عز وجل طيبة، والنتيجة أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الله لا يضيع أجر المحسنين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتعالوا لننظر في هذه الشروط التي يتقبل بها العمل ويرفع، ونكون بهذا العمل من أول المسلمين. وركزوا معي جيدا إخواني الكرماء، العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويرفعنا درجات وبه نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ما جمع أربعة شروط: شرطان للقبول وشرطان للكمال. شرط القبول متلازمان مقترنان لا ينفصلان، لا يقبل أحدهما بدون الآخر، وبدونهما معا مجتمعين لا ينظر في عمل العبد، بل عمله مردود عليه، على حد قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذان شرطان بمثابة الروح من الجسد وبمنزلة الرأس منه. هل نتصور جسدا بدون رأس؟ هل نتصور بدنا بدون روح تسري فيه؟ لا نتصور ذلك. إذا افترق أصبح كل واحد منهم لا قيمة له. أما الشرطان الآخران فهما شرطان للكمال، للرقي، للرفعة. من حققهما فاق غيره وعلت درجته، أو من حقق واحدا منهما، ومن لم يحقق واحدا من هذين الشرطين فإن عمله يقبل إن شاء الله تعالى، وإن عمله يجزيه والله عز وجل يأجره عليه، لكنه سيكون في ربط الجنة، لكنه لن يكون في مصاف ذوي الهمم العالية، لكنه لن يكون رفيقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذوي الدرجات الرفيعة. ولعلكم اشتقتم معي إلى معرفة هذه الشروط الأربعة. أما الشرطان الأولان وهما شرط القبول، أنا سأذكر الشروط الأربعة سريعا ثم نأتي عليها بشيء من التفصيل ليتضح شأنها وليظهر أمرها. الشرطان الأولان وهما شرط القبول المتلازمين فهما الإخلاص والمتابعة، وأما الشرطان الآخران وهما شرط الكمال والرفعة فهما الإتقان والمسارعة. يبقى عندنا إخلاص ومتابعة شرط قبول، وعندنا إتقان ومسارعة شرط كمال شرط رفعة. أما الإخلاص فلا يخفى شأنه على واحد من المسلمين، ولطالما استمعنا إلى مشايخنا وعلمائنا وهم يربون القلوب على مراقبة علام الغيوب سبحانه وتعالى، وقد نزل قول الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمرت أن أعبد الله مخلصا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن شرط الإخلاص بدونه لا ينظر في العمل. في آخر سورة الكهف: ونحن نجدد إيماننا
في كل أسبوع بقراءتها قول الحق سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. فليعمل عملا صالحا، المتابعة. المتابعة يعني على ما أراد الله عز وجل، صفة معلومة لعبادة معينة لا يجوز لي أن أغير فيها، جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنا بها وبينها لنا وقام بتطبيقها. فعلى سبيل المثال: صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم، أي أمور الحج. وهكذا في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى في النكاح: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص أن تخلص عملك لله رب العالمين، كما افتتحت معكم في الآية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لله رب العالمين لا شريك له، الله عز وجل لا يقبل الشريك أبدا، لا يقبل بل يرد. ومن أشرك مع الله غيره في عبادته يتركه الله عز وجل وشركه، ويقول له: اذهب واطلب الشرك ممن أشركته معي. فالله تبارك وتعالى يحب المخلصين. الإخلاص، الإخلاص أن يتخلص العمل من شائبة الرياء، من شائبة السمعة، من شائبة الشهوة الخفية، من شائبة العجب بالنفس، من شائبة حب نظر الناس إلى العبد وهو يمارس هذه العبادة. فمن عظم الله تبارك وتعالى صفى العبادة له، ومن صفى العبادة لله عز وجل صفي له قلبه، وبالتالي يستطيع أن يرقى إلى مدارج من قال الله عنهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لن نبلغ إلى مصافي النبيين والمرسلين، يعني نكون معهم في الدرجة أو نحشر في زمرتهم، لن نبلغ إلا من خلال القلب، من خلال الإخلاص. حتى قال علماءنا: كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم. هذه مقولة حفظها لنا علماؤنا: رب قائم محروم ورب نائم مرحوم. أما القائم الذي قام الليل يصلي، يقرأ القرآن، ينام قليلا من الليل، يتجافى جنبه عن مضجعه، هذا وقد أضنى نفسه وأتعب نفسه عند الله عز وجل محروم، رغم ما يفعله من عمل صالح. وأما الذي نام فهو محروم، صلى العشاء، أدى ما عليه من الفرائض، اجتنب الكبائر، فإذا به يرحم. قام وحرم، نام ورحم، ما بينهما القلب. قائم محروم، نائم مرحوم. أما المحروم فقام وقلبه فاجر، وأما المرحوم فنام وقلبه ذاكر، ذاكر لله عز وجل. تعلمون القصة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وأصحاب نبينا رضوان الله عليهم من حوله جلوس في المسجد، فكأني بهم قد صوبوا أعينهم نحو باب المسجد ينظرون من يطلع عليهم وله هذه البشارة، كلهم يرجو أن يكون ابنه، أن يكون أخاه، أن يكون صديقا له، أن يكون قريبا له، وربما ود الواحد فيهم أن لو كان هو المعني ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رجل وضع نعله تحت إبطه الأيسر ولحيته يتساقط منها الماء، صلى ركعتين ثم انصرف. في اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان الرجل هو هو في المرة الأولى، في المرة الثالثة كان الرجل هو هو بنفس الهيئة،
فلحق به عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: يا عم إني لاحيت أبي وآليت، أي حلفت ألا أدخل الدار ثلاثا فإن رأيت أن تضيفني. فاستضافه فجعل يرقبه يرى ماذا يصنع هذا الرجل، كيف فاز بهذه البشارة النبوية ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فلم يجد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما من الرجل غير ما يجده من أي واحد من الصحابة، يصلي ما عليه، يقوم بعمله، ينام بعد العشاء، ثم يستيقظ من الليل متى تقلب في فراشه لا يكمل نوما، يستيقظ ويذكر الله ويصلي إلى أن يأتي وقت الفجر فيصلي الفجر ثم ينبعث في عمله. بعد الأيام الثلاثة قال عبد الله ابن عمرو: يا عم والله ما لحيت أبي ولا فعلت كذا ولا كذا، لكني مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت الرجل، فأحببت أن أعرف ماذا تصنع، أي ليفوز عبد الله كما فاز الرجل. قال: يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت من حفاظ على الصلاة، ما هو إلا ما رأيت من قيام بالواجبات، من الصورة التي قصصتها عليكم من قبل موجزة. فقال عبد الله بن عمرو: كلنا ذلك الرجل، إذن نحن جميعا مبشرون بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أننا نشبه الرجل فيما يقوم به. فلما هم عبد الله بالانصراف وولى مشرا، قال الرجل: يا ابن أخي، غير أني لا أبيت وأنا أحمل في نفسي حقدا أو غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص: بهذه سبقتنا، وهي التي لا تطاق. من يطيق أن يصفي نفسه أولا بأول في كل ليلة، فيذهب عن نفسه الشحناء والبغضاء والغلة والحقد والحسد؟ وكما لا يخفى على حضراتكم، القلب سمي قلبا لتقلبه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. أرأيت إلى القدر وهي تغلي بما فيها من الطعام عند درجة حرارة عالية؟ كذلك القلب يتقلب بالليل مؤمن، بالنهار كافر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، سرعان ما يتقلب. لما عرضت عليه الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، يعني فتنة تلو الأخرى تلو الأخرى، إلا من رحم الله عز وجل. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك. أرأيتم كيف أن تصفية القلب هي أول شرط للنجاح والفلاح والفوز بالمطلوب وتحقيق البغية والمراد؟ تصفية القلب إخلاص لله عز وجل ومراقبة له وسلامة صدر نحيا به. وفي الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أهل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان قد عرفناه، وهو الذي لا يكذب ويتحرى في لسانه ما يرضي الله عز وجل، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غلة ولا إثم ولا حسد. هذا هو القلب الذي يبشر صاحبه بالجنة. نعم، خم البيت مثل قم البيت، والقمامة نعرفها هي المخلفات التي تخرج من البيت. هذا رجل يحرص على تنقية قلبه، والقلب يعرض على الله عز وجل كل يوم، صفحة القلب مفتوحة أمام الله كل يوم، موضع نظر ربنا منا قلوبنا. في الحديث الذي لا يخفى على حضراتكم ولا طالما استمعنا إليه وينبغي أن نكرره كل يوم على أنفسنا ومسامعنا وإخواننا وأهلنا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وتعجبني مقولة رائعة قالها بعض علمائنا الربانيين: الكعبة
بيت الله في الأرض. نسأل الله أن يشرفنا والحاضرين بزيارة بيته الحرام وأن يغفر لنا ذنوبنا. الكعبة بيت الله في الأرض، والقلب بيت الله في العبد. فإذا كانت الكعبة من حولها أمر الله تبارك وتعالى أبانا إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل أن يرفع قواعد البيت وأن يطهر ما حول البيت، فإننا مأمورون بأن نرفع قواعد بيت الله في أبداننا وهو القلب. نرفعه بتزكيته وتنميته بتقريبه من الله تبارك وتعالى، وأن نطهره من أدران الغل والحسد والحقد والبغضاء. الإخلاص، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. التطبيق، اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، لا رياء ولا سمعة ولا عجب، بل هو من الله عز وجل وإلى الله وبتوفيق الله عز وجل. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. متى خلى العمل من الإخلاص كان وبالا على صاحبه، كان مردودا عليه، بل تسعر به النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول ثلاثة تسعر بهم النار في الحديث الطويل، آخذ فحواه ومفاده، حتى ننتقل إلى العناصر التالية ولا ينسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا أو من بين أيدينا. أول ثلاثة تسعر بهم النار: رجل قرأ القرآن، ورجل آتاه الله مالا، ورجل آتاه الله قوة. فأما من قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيسأله: ألم أعلمك القرآن؟ ألم أعلمك العلم؟ فيقول: بلى أي رب. فماذا فعلت فيه؟ كل نعمة يقابلها شكر، كل نعمة يقابلها حق ينبغي أن تقوم به، وواجب يجب أن تؤديه، يلزم أن تؤديه. ما شكر نعمة القرآن الذي منحك الله عز وجل إياه فصرت من أهله، والعلم الذي حباك الله به وفضلك على كثير من الناس به؟ فيقول: قرأت القرآن آناء الليل وآناء النهار وعلمت فيك العلم. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ، وتعلمت العلم ليقال هو عالم. إذن انتفى الإخلاص، أتعب نفسه وحفظ القرآن وسعى في تحفيظه وتعليمه، وتلقى العلم وسعى في تبليغه للناس، لكنه كان يخطب ود الناس ويطلب نظر الناس إليه، ويرجو بهذا العلم والقرآن الحكيم أن يرتفع في الدنيا عند الناس، لا هدف ولا غاية له إلا ذلك. كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ، وتعلمت ليقال هو عالم. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وقد قيل: قالوا عالم، ألم ترد ذلك؟ قالوا لك عالم. قالوا قارئ، ألم ترد ذلك؟ فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وكذلك يقال لصاحب القوة فيقول: جاهدت في سبيلك، فيقال له: كذبت، بل جاهدت وقاتلت، ليقال هو مجاهد، هو قوي. وقد قيل: منحوك اللقب الذي طلبته من عندهم. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وكذلك صاحب المال يعرفه الله عز وجل ما أفاء عليه من المال بأنواعه كلها، فيقول له: ما فعلت فيه؟ فيقول: تصدقت هنا وهنا وهنا. فيقال له: كذبت، بل تصدقت ليقال هو محسن، هو جواد أو كريم. وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. بدون الإخلاص لن يصل عبد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي ألا ننسى الكنز النبوي، الكنز النبوي الذي خبأه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء جليل وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام، ويشتمل على موضوعنا، سأتلوه على مسامعكم، وشرحه يطول، لكن من خلال اللقاء
تستطيعون بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وفضله أن تضعوا عناصر الموضوع على هذا الدعاء. وهو حديث صحيح عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب والفضة، وفي رواية: إذا رأيتم الناس يكنزون الدينار والدرهم فاكنزوا هؤلاء الكلمات. إذن الناس مشغولون بكنز، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى اكتناز ما ينفعهم في الدارين الأولى والآخرة، فلا تضيع أعمارهم في جمع حطام سرعان ما يزول من بين أيديهم، أو يموت ويتركوه، أو ينتهب، أو يسرق، أو يحرق، أو ما شابه ذلك. أما الكنز الذي يبقى فهو هذا. في ظل انشغال الناس بالدنيا والسعار الشهواني والمادي وانصراف الناس عن واجباتهم، هؤلاء الكلمات خير معين لك، وهو كنز نبوي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكنز يستعان به عند الضرورة الملحة والحاجة الشديدة. نحن ندخر مالا في البيت، ندخره لإجراء عملية قد تكون في المستقبل، لتزويج ابن أو بنت، لشيء مهم، فلا نقترب منه إلا عند الضرورة. هذا الدعاء ينبغي أن تصرفه في كل أوقاتك، ينبغي أن يكون شعارا لك في ظل دنيا فتحت فيها أبواب الشهوات والشبهات، فتنة القلوب والعقول وفتنة الأبدان والأجساد. ما هو هذا النص؟ إذا كنز الناس الدينار والدرهم، الذهب والفضة، فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا دعاء جامع. أنا شرحته عندي في مدينة الإسكندرية في مصر في حوالي 16 لقاء، في 16 خطبة وضحت معانيه للناس. الحديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والأمر هو دين الإسلام، الأمر هو دين الإسلام، أن تثبت عليه إلى أن تلقى الله عز وجل، كما وصى إبراهيم ويعقوب أبناءهم وذرياتهم من بعدهم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما وصانا الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة يعني القوة، الرشد يعني الطاعة، يعني حين أقوم بالطاعة أكون نشيطا، كما قال الله تعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة، كما قال الله تعالى على لسان يحيى عليه السلام أو آمرا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ليصلي أحدكم نشاطا، يعني يصلي وهو مقبل بعزيمة وجد وانتباه وحضور مع الله عز وجل. وأسألك شكر نعمتك، والنعم كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ما هي أقل نعمة على الإنسان؟ أقل نعمة بدونها لا نستطيع أن نعيش، أقل نعمة، فما بالك بما هو أكبر منها وأجل وأعظم وأرفع قدرا. قيل لبعض العلماء ونسب ذلك إلى داود عليه السلام: ما هي أقل نعمة على العبد؟ فقال: أطبق شفتيك وأمسك أنفك بيديك، أطبق شفتيك وأمسك أنفك بيديك. أعرفتم ما هي هذه النعمة؟ تنفس. التنفس، هل يستطيع الواحد فينا أن يعد أنفاسه؟ لا يستطيع. كم مرة تتنفس في اليوم والليلة والجهاز التنفسي يعمل بإذن الله تبارك وتعالى من غير توقف؟ إذن بكل نفس يراد منك شكر، بكل نفس أن تشكر الله على هذا النفس. كيف أخذت الشهيق فاستفدت منه وتحول إلى طاقة، وكيف أخرجت الزفير وطردت ثاني أكسيد الكربون وما شابه ذلك، فنفيت عن نفسك الأذى. عملية بسيطة لكنها تحتاج إلى تركيز
طب كيف نصنع؟ هل نعبد الله عز وجل ونشكره على قدر أنفاسنا؟ أقول لا يستطيع الواحد منا ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. وتحضرني قصة قصيرة من ثلاثة أسطر. السطر الأول، بكر بن عبد الله المزني، هذا واحد من فقهاء المدينة السبعة الذين اجتمع فيهم علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير في المدينة المنورة شرفنا الله بزيارتها صلى الله وسلم وبارك على ساكنها، فيجد حمالا يحمل حطبا ينقله، حمال عندنا في مصر نسميه شيال، يعمل بالأجرة ينقل أمتعة الناس، وهذا الحمال يقول وقد كان حمله ثقيلا فهو مشغول بثقل حمله، يقول الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. قال بكر ابن عبد الله ما هذا؟ حمال نفسه لا يساعده على هذا الحمل الثقيل وهو مشغول بثقله ولا يغفل عن ذكر الله ويكتفي بقوله الحمد لله أستغفر الله. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، مشى بكر بن عبد الله خلف هذا الحمال حتى وضع حمله عند من يريد أن يوصل الحمل إليه، فسأله بكر أيها الرجل لقد راقبتك وأنت تحمل حملك الثقيل ولا تزيد على قولك الحمد لله أستغفر الله، ألا تحسن غيرها؟ قال والله إني أقرأ سورة كذا وكذا وكذا من القرآن وأذكر الله بكذا وكذا. قال فلما اكتفيت بهذين الحمد لله أستغفر الله؟ قال إني نظرت، حمال لكن له علاقة مع الله عز وجل، لكن له معاملة قلبية مع الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ولله في خلقه أناس لو نظرت إلى أثوابهم إلى هيئاتهم إلى صورهم لازدريتهم واحتقرتهم، ولو جاءوا في مجلس أو مجمع لأخروهم وما قدموهم، ولو تكلموا لما استمعوا إليهم، ولو طلبوا لما أجابوا به، لو أقسم على الله أبره في الحال. هؤلاء صلحت قلوبهم، هؤلاء اهتموا بصلاح قلوبهم مع الله عز وجل، أما تحسن غيرها؟ قال إني أحسن كذا وكذا ولكني نظرت فكرت شاهد نعم الله عز وجل فوجدت أن العبد منا يتقلب بين طاعة ومعصية، والطاعة نعمة من الله عز وجل فتستحق الحمد، فأنا أقول الحمد لله أي على نعم الله وعلى رأسها الطاعة، وأما المعصية فتستوجب الاستغفار فأنا أقول أستغفر الله. المشهد الثالث، ضرب بكر بن عبد الله بيده في صدره أي صدر نفسه، صدره هو هكذا كالمقرع لنفسه المؤنب لنفسه وكانوا متواضعين، قال فقهها الحمال ولم يفقهها بكر، فقيه المدينة عالم المدينة صلاح القلب، ما بك من نعمة من الله أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، حسن العبادة إخلاص ومتابعة وإتقان ومسارعة اللي هي قلنا عليها شرط القبول وشرط الكمال، ده حسن العبادة وهو ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وصية الحب، نسأل الله أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب من يحبهما. يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني، كرر اللفظ مرة أخرى معي كده، أعني. متى يطلب الواحد منا العون؟ حين أريد أن أحمل هذه الزجاجة من الماء، هل أطلب من أخي الكريم أن يعينني؟ ليست ثقيلة. حين أريد أن أحمل هذا الكوب، هل أطلب من أحد أن يعينني؟ ليس ثقيلا، بل أحمله بسهولة بتوفيق من الله. إنما حين أريد أن أحمل هذه المائدة، هذه المنصة، هي ثقيلة وتحتاج إلى واحد يحمل من هنا وواحد يحمل من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا حتى يستقيم الحال معي وترفع وتوضع في المكان المناسب. إذن أنا أطلب العون عند الأمر الذي أعجز عنه، عند الأمر الذي أشغل عنه، الذي تكون الصوارف والعوائق والقواطع تحول بيني وبينه. فذكر الله يحول بينك وبينه الشيطان،
والشكر يحول بينك وبينه الشيطان، وحسن العبادة يحول بينك وبينه الشيطان، وأضف إلى ذلك النفس. فأنت بتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أي يا رب خلصني من العوائق والعلائق والقواطع والصوارف، خلصني من نفس الأمارة بالسوء التي تركن إلى هواها وتخلد إلى الأرض، خلصني من الشيطان الذي ما يفتأ يوسوس لي بالانصراف. خذ عندك أعني على ذكرك في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا نقول اللهم أعني على ذكرك، يعني يا رب ادفع عني شر الشيطان فأتخلص لذكرك، ادفع عني شر نفسي فأتقوى بذكرك. وأما الشكر، إبليس قال عليه لعنة الله: ونجانا الله من مكره وكيده وحفظنا من وساوسه وشباكه وشراكه. قال لما أبى السجود لأبينا آدم، والقصة معروفة، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن الشيطان يأتيك من كل النواحي ليغريك بترك الشكر، فالنعمة تكون ماثلة أمام عينيك ويجعلك تدقق فيها وتنسى المنعم. أو حين يصل الواحد إلى منصب ما، أو يجمع مالا ما، أو يصل إلى جهد ما، أو يحقق مرادا ما، أو غاية ما، أو هدفا ما، فإنه يتذكر قوة نفسه: أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. الطالب حين ينجح: لولا أني سهرت الليالي وتابعت الدروس لما نجحت. التاجر حين يربح: لولا أني سهرت الليل والنهار وسافرت وراقبت وقدرت ودبرت لما ربحت. وهكذا كل واحد يقول ذلك. نعم، الأخذ بالأسباب من الشريعة، لكن قل: لولا أن الله أعانني ووفقني إلى المذاكرة لما نجح. إذا قدم شكر الله عز وجل. الشيطان يريدك أن تقول أنا أنا أنا. قالها قارون، والقصة معروفة في سورة القصص، وأحيلكم إلى قراءتها في آخر ربع من السورة: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تتكبر بما أعطاك الله. الفرح هنا بمعنى الكبر. إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، إلى آخر الآيات. بماذا أجاب؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. لم يقل آتاني الله، قال: أوتيته على علم عندي. ما معنى على علم عندي؟ مهارة مني، ذكاء مني، قوة مني، كما يقال عندنا في مصر شطارة مني. هكذا يقول: أنا ورثت المال كابرا عن كابر وأبا عن جد من كد يميني وعرق جبيني فخسفنا به وبداره الأرض. أما سيدنا سليمان عليه السلام حين حشر له الجن والإنس والطير، حين سمع النملة وهي تتكلم: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، نعمتك نسبها إلى الله، التي أنعمت علي وعلى والدي، وأعني على شكرها بالعمل وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، هذا هو حسن العبادة. والشيطان يريد أن يصدك عن حسن العبادة بالرياء، بالإبعاد عن الإخلاص. لكن الله عز وجل قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الإخلاص ينجينا. هذا الحديث كما قلت لكم وهو الكنز النبوي حديث جامع ينبغي أن نديم النظر فيه حتى نصل من خلاله. أما المتابعة فهي أن أقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك صفة مشروعة لعبادة ما؟ نعم، هناك طريقة للصلاة، هناك طريقة للصيام، هناك طريقة للزكاة، هناك طريقة للحج، هناك طريقة للزواج، هناك طريقة للبيع والشراء، هناك أصول جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أقوم بها. فمن رغب عن سنته فليس منه عليه الصلاة والسلام.
وقد قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من ترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم زاغ وضل. أبو بكر رضي الله عنه قال إني أخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فمن فرط في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام زاغ على قدر تفريطه، ومن استمسك به هداه الله عند الاختلاف. إذا أردت أن يبقى لك قلبك، أن يحفظ عليك دينك، أن ترى النور يخرج من وسط الظلام الدامس، أن تكون ساكنا عند الفتنة، أن تكون هادئا عندها، أن تكون ثابتا كالجبال الرواسخ، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وصانا بذلك وقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في كل شيء. وقد رأينا ما زالت الانقسامات والاختلافات والفتن تجتاح بلاد المسلمين من عهد سيدنا عمر، من بعد مقتل عمر رضي الله عنه ومرورا بمقتل عثمان رضي الله عنه إلى أيامنا هذه، والناس في حيرة وبأيديهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي النجاة، كما قال عبد الله بن عمر كنا ضلالا فهدانا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم فبه نقتدي. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذان الشرطان هما أهم الشروط على الإطلاق، الإخلاص والمتابعة. ولئلا أطيل على حضراتكم، الشرطان الآخران شرط الكمال الإتقان والمسارعة. دخلت الجنة تريد العلو في الدرجات، تريد الرفعة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تريد ذلك عليك بالإتقان. ما هو الإتقان؟ هو الإحسان، هو الإحسان، إحسان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما الذي يدفعني إلى إتقان عمل أقوم به؟ أن الله عز وجل يراني، أن عملي سيعرض على الله، أن عملي سيعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عملي سيعرض على الأجيال التالية من بعدي. أي عمل تقوم به اليوم سيعرض على الله تعالى، سيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، سيعرض على أمة الإسلام في الأجيال التالية. فلو لم تترك أثرا صالحا فلا تلومن إلا نفسك. كيف؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل يرى عمل، المؤمنون يرون عمل. حين تأتي الأجيال من بعد وأنا قد أحسنت العمل وأتممته وأتقنته وزينته وجودته وكملته وحسنته، فإن ألسنتهم ستنطلق بالدعاء لي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما حين أقصر فهل يتذكرني أحد؟ فهل يدعو لي أحد؟ إذن إتقان العمل على رأس الأمور التي ترفع الدرجات في الجنة. والإتقان يعني الإحسان كما قلت. ومن الإحسان أن تكون أول الناس، وده احنا بنتدرب عليه، نتدرب عليه 5 مرات في اليوم والليلة حين نذهب إلى المسجد. أولا يحثنا النبي عليه الصلاة والسلام على الصف الأول. بلى، إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول. حين أتدرب 5 مرات في اليوم والليلة على أن أكون في أول صف، حين أذهب إلى جامعتي، إلى مدرستي، إلى تجارتي، إلى عملي، إلى صلة الرحم، إلى زيارة المريض وعيادته، إلى زيارة إخواني في الله، سأكون أول الناس في الأفراح وفي الأحزان، في الطاعات والعبادات وفي المعاملات والعادات، لأنني تدربت على أن أكون أول المسلمين. عباد الرحمن يدعون بذلك. الأولية تعني إتقان، والإتقان يعني أولية. والأول قد يتكرر، أحيانا يقول لك فلان الأول مكرر، فلان الأول مكرر، فلان الأول مكرر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عباد الرحمن ماذا يقولون؟
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإمامة تعني لن يصل إليها إلا بالإتقان، تعني الأولية، تعني أن الناس ينظرون إلى أعمالهم ويهتدون بهم. حينئذ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، والدال على الخير كفاعله. هذا والإتقان. اقرأوا معي في آيات كثيرة في سورة الملك، ونحن نقرأ سورة الملك في كل ليلة، ومن قرأها في كل ليلة قبل أن ينام وقته عذاب القبر وقته الفتان. سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. في أولها آية ينبغي أن تكون ميزان أعمالنا قبل أن نخلد إلى النوم. هذه الآية أزن عليها أعمالي طول النهار: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل كنت اليوم أحسن عملا؟ هل كنت اليوم أفضل الناس؟ هل كنت اليوم أحرص الناس على الطاعة؟ في سورة الكهف، ونحن نقرأها في كل جمعة، ومن قرأها في كل جمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن أنا أريد الأحسن، القرآن يدعوني لأن أكون الأحسن في كل شيء. خذ الكلام، الملافظ، عندنا في مصر يقول الملافظ سعد، يعني يعرف المرء من ألفاظه. فكلمة قد ترفعك إلى أعلى عليين ويكتب لك بها رضوان رب العالمين إلى يوم تلقاه، فتسبح في بحار الأنوار والرضوان. وكلمة قد يقولها العبد مستهينا بها لا يدري ما فيها، فيكتب له بها سخط الله عز وجل إلى يوم يلقاه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في رواية: ويكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، يعني يظل أثر هذه الكلمة نورا يهديه الطريق. والعكس عند من يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أي يستهين بها فيقع بها أو يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ويكتب الله له بها سخطه يوم يلقاه. انظر إلى القرآن في سورة الإسراء يعلمنا أن نكون الأحسن في اختيار الألفاظ. عندك لفظ حسن ولفظ أحسن، هات الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. حين تصطدم بالناس أو تحتك مع الناس في معاملة فيهيجك هذا ويغضبك هذا ويحزنك هذا ويعتدي عليك هذا وأنت تقدر على الانتصار، فكيف تصنع؟ قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وادفع بالتي هي أحسن، هذه عجيبة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا جهل عليه أحد، والجهل هنا بمعنى الغضب، إذا جهل على النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحلم النبي عليه الصلاة والسلام، يضبط أعصابه، يكظم غيظه، نفسه هادئة. والحلم هو هدوء النفس وسكينة النفس وضبط الأعصاب وكظم الغيظ. فإذا ازداد هذا الجاهل جهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يزداد حلما. وده كان سر إسلام زيد بن سعنة. زيد بن سعنة حبر يهودي، حبر يهودي أوتي من العلم ما لم يؤته أحد من قومه، وكان ثريا واسع الثراء. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ومعه أنس بن مالك وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، فجاء رجل لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أدرك بني فلان فإنه أصابهم القحط، أصابتهم سنة، يعني عندهم مجاعة، وأخشى عليهم أن يفتنوا في دينهم للقحط والجوع كما هو شأن التنصير الآن في العالم الإسلامي. يذهب المنصرون إلى البلاد التي فيها الجهل، فيها الجوع، فيها المرض، ولا يجد الناس ما يكفل لهم الوقاية من هذه الثلاثة، فيغرونهم بالطعام، يغرونهم بالمناصب، يغرونهم بالمال، يغرونهم بالدواء، يغرونهم بأشياء متعددة، بالتعليم، فيتنصر بعض الناس. فالرجل جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الناس أصابتهم سنة حاجة، سد حاجتهم قبل أن يفتنوا يا رسول الله. ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام شيء في المدينة، نفس السنة، سنة، سنة أي عام فيه جدب وقحط، نفس السنة أصابت المدينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم: بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله، هل يترك هؤلاء الناس يفتنون؟ لا. استسلف زيد بن سعنة الحبر اليهودي الثاني،
قال له سلفني 80 وسق من التمر. الوسق مكيال معين يسع عدد من الكيلوات. فقال له جزاك الله خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلفني 80 وسقا من التمر إلى أجل كذا، يعني بعد شهر بعد اثنين سأرد إليك ما استلفته منك. فأعطاه زيد، انتهى الموقف. قبل الأجل بثلاثة أيام، قبل الموعد المضروب مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي فيه الدين، يمر أنس بن مالك وعمر بن الخطاب ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب زيد بن سعنة. فيخرج زيد بعد أن يمر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه من خلف ظهره ويجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى أثرت في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام حاشية الرداء، ويقول له يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل. المماطل، المماطل هو الذي يجد سداد الدين ولا يسد. سأسد الدين في 10 إبريل أو في 10 ربيع الثاني وجاءني المال ولم أذهب لسداد الدين، إذا هذا مماطل، هذا يلقى الله ظالما. مطل الغني ظل، يعني من جاء موعد سداد دينه ومعه ما يستطيع أن يسد به ولم يسد به يكتب عليه في صحيفة اليوم ظالم، وفي صحيفة الأسبوع الاثنين والخميس ظالم، وفي الصحيفة السنوية ظالم ما لم يسد. أما من لم يجد فاسمه معسر. يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، يعني تأكلون أموال الناس ولا تسدون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. وأما عمر رضي الله عنه وهو الفاروق رضي الله عنه الغيور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لزيد ابن سعنة هذا الحبر اليهودي أتفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى؟ أي عدو الله تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى؟ تجذب هذه الجذبة الشديدة وتقول له ما أسمع، تصفه بأنه مماطل. والله لولا ما أخشى من سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبقني رأسك. أنا عامل احترام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لي أن أفعل شيئا إلا إذا أمرني. ففزع زيد لأن عمر كان يأخذ بالحق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر، انظر إلى هذه، يا عمر أنا وهو، أنا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو اللي هو زيد بن سعنة الحبر اليهودي، أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير ذلك. أيعلم عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير ذلك، كنت تأمره بحسن التقاضي وكنت تأمرني بحسن الأداء. تقول له يا زيد إذا كان لك عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فقل له بينك وبينك، لا تقل له أمام الناس، اطلب دينك برفق، انظر حاله حسن التقاضي. وأنا كنت تأمرني يا عمر بحسن الأداء، تقول لي يا رسول الله إذا كان عليك دين ولم تستطع أن تسده فقل لنا ونحن نسد عنك يا رسول الله لئلا نقع في مأزق مع هؤلاء الناس أو كذا أو كذا. فإذا بزيد يجد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لعمر يا عمر اذهب فوفيه حقه، اديله 80 وسق وزده 20 صاعا لأجل ما روعت. 20 صاع مش ربا، مقابل التخفيف عن نفسه لأنك أفزعت أو لأنني أحسن الأداء. هو لم يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد 80 وسقا 80 وسقا وعشرين صاعا وإلا كان ربا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك لأنه يحسن أداء ما عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له وزده 20 صاعا لأجل ما روعت. ويا عمر إنه بقي على أجله 3، يعني لم يحن موعد القضاء بعد، فإنه ظالم لي، قد كان ينبغي عليه أن ينتظر حسب الاتفاق 3 أيام أخر، لكنه تعجل فهو غير محق في طلبه هذا. فمضى عمر وزيد ليقضيه دينا، وبينما هما في الطريق قال عمر لزيد ما حملك على ما صنعت يا زيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه بقي على الأجل 3 أيام، فلما فعلت ذلك؟ أكيد هناك سر. فقال زيد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خبرت صفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التوراة فعرفتها
غير صفتين اثنتين. يعني زيد، لأن الذين أتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على بعض التفاسير وهو تفسير قوي، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالرجل راقب الصفات في النبي عليه الصلاة والسلام فعرفها كلها، غير صفتين اثنتين لم أستطع أن أعرفهم. هاتان الصفتان تحتاجان إلى احتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم، احتكاك مباشر. قال: ما هما يا زيد؟ قال: يسبق حلمه جهله. يعني حين يغضبه الجهل اللي هو الغضب، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إلى آخر القصيدة المشتهرة عنده. يسبق حلمه جهله، يعني لو أغضبه أحد فإنه لا يغضب، بل يبقى حليما هادئا يواجه الإساءة بالإحسان. ولا الصفة الثانية: ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما. أنا وأنت والآخرين، لو جهل أحد علينا واغضبنا وأذانا، في أول مرة نقول له سامحك الله، في ثاني مرة نقول له لن نرد عليه، في ثالث مرة أنا سأمشي من هنا حتى لا أقع معك في حرج، لكن في الرابعة، عندنا في مصر لو واحد اعتدى على واحد في الرابعة مثلا يقول: يا روح ما بعدك روح، ويرفع يده وسلاحه ويضرب. أنا وأنت إذا زاد الناس جهلا قد نقع معهم في الجهل، لكن النبي الأنور صلى الله عليه وسلم: ومن تربى في مدرسته، ومن تربى في مدرسته. ونسأل الله أن يجعلنا من التلاميذ النجباء في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولا تزيدوا شدة الجهل إلا حلما. يزداد الجاهل جهلا على رسول الله، يزداد المسيء إساءة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزداد حلما، يزداد حلما، يزداد حلما. وقد خبرتهما يا عمر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن شطر مالي كان ملياردير، كان الرجل الأول في عالم المال والاقتصاد في المدينة في اليهود، وشطر مالي صدق في فقراء المسلمين. فأسلم زيد بن سعنة وأسلم أهل بيته جميعهم، غير رجل كبير في السن طاعن سبقت عليه الشقوة. أرأيت المسلم مطلوب يفعل الأحسن لماذا؟ قد يكون الأحسن عنده في الكلام، الأحسن عنده طريق لهداية القلوب إلى علام الغيوب، باب مفتوح للإسلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذه الإتقان. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وفي النهاية: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أرأيت دينا كهذا الدين؟ أرأيت نبيا كهذا النبي؟ سأل الله أن يحيينا على هذا الدين، وأن يميتنا عليه، وأن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما المسارعة فيكفيني فيها الإشارة: ألا يسبقك أحد، ألا يسبقك أحد، كما قال الحسن البصري: من نافسك في دنياك فألق بها في نحره. عندنا في مصر كده، أنا دائما أكثر الأمثال المصرية، ساعات لما واحد يختلف معك على شيء من أمور الدنيا ويستمسك بها ويحرص عليها بشجع بجشع وحرص وطمع، ولا يكون عنده سماحة نفس، يقول له: اشبع بيها. اشبع بيها يعني ايه؟ خدها، مش عايزها. أنا أظن بنفسي وبسماحة نفسي أن أختلف معك على شيء من حطام الدنيا. من نافسك في دنياك فألقي بها في نحري، خدها مش عايزها. ومن نافسك في دينه فلا يسبقنك إلا الدين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي في الدنيا. لا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا حتى تحمد الله على النعمة. هذه المسارعة. بعض التابعين كان يقوم الليل وبالنهار يسعى في قضاء حوائج الناس ويعلم العلم، وكان يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يستأثرون به دوننا؟ والله لنقومن الليلة ونصومن النهار ونعملن كذا ونعملن كذا، حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قد خلفوا من ورائهم رجالا. يعني مسارعة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وفي سورة الحديد سابقوا فاستبقوا الخيرات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يحيينا على دين الإسلام، وأن يميتنا عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم وملأ بلدكم أمنا وأمانا وعلما ودينا، ووقاكم شر الفتن والمحن والبلايا ما ظهر منها وما بطن، وحفظنا وحفظكم، وسلم لنا بيوتنا وبيوتكم، وحبب إلينا وإليكم الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. أشكر لأخينا الشيخ الفاضل أبو زهر على هذه الكلمة الطيبة، هذه المحاضرة القيمة التي والله من خلالها وكأننا ما عملنا شيئا في حياتنا. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه ولي ذلك ومولاه. شكرا جزيلا لأخينا. نظل الآن إن شاء الله نفتح مجال لبعض المداخلات والأسئلة، مدة 10 دقائق فقط. ما أسباب مشكلة البلبلة في تضارب الفتاوي وكثرة الفتاوي في الشوارع؟ السلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه مسألة من المسائل المعاصرة التي يعاني منها العلماء المتخصصون في الفتية، مسألة تضارب الفتاوى، خاصة مع ظهور الفضائيات وانتشارها ودخولها لكل بيت، وأصبحت كل فضائية تتبارى وتتنافس مع مثيلاتها لأجل أن تحظى بأكبر وأكثر عدد من المشاهدين، حتى ولو كان ذلك على حساب التخصص. مهم صناعة النجم حتى ولو لم يكن أهلا لذلك، يكون عندي من يفتي بما يتجاوب مع الناس حتى ولو كان مخالفا للقواعد. ليس كل الناس في ذلك سواء، وليست القنوات كلها سواء. تضارب الفتاوى يحصل نتيجة أسباب معينة. السبب الأول وهو أخطر الأسباب على الإطلاق، اتباع الهوى. اتباع الهوى، وصى الله تعالى داود عليه السلام في سورة صاد فقال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقد يكون الحق أبلج وأمره واضح في غاية الظهور، ومن يفتي له حاجة في نفسه، له هوى يميل إليه، حينئذ يفتي الناس بمقتضى هواه، والأمثلة في ذلك واضحة لا تخفى على أحد. يبقى اتباع الهوى يفضي إلى تضارب الفتوى. الأمر الثاني البدعة. بعض الناس يعتقد في أمر يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصيبة أنه يعتقد أنه على صواب، لأجل ذلك العلماء يقولون صاحب الكبيرة ترجى توبته، أما صاحب البدعة فلا ترجى توبته. لما؟ لأن صاحب الكبيرة، الكبيرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر والغيبة والكذب والنميمة وعقوق الوالدين ومنع الزوجة حقها ومنع الزوج حقه، دي كبائر. من يفعل الكبيرة يفعلها وهو يعتقد حرمتها، لكنه يفعلها تحت تأثير الضعف أو وسوسة الشيطان. هذا إذا طرحنا عليه عقوبة الذنب يخاف، إذا فتحنا له باب التوبة يقبل. إذن صاحب الكبيرة ترجى توبته، أما صاحب البدعة فلا يفعل البدعة وهو يعتقد أنها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يفعل البدعة وهو يعتقد أنها دين. فعبثا يحاول الواحد منا أن يقنعه بغير ذلك، وبالتالي سيموت عليه. يعني
يحسب أنه يحسن صنعا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى البدعة قد تدعو صاحبها إلى أن يقول فتوى بمقتضى أصول بدعته، والبدع لها أصول، فحين يخرج بمقتضى أصول بدعته بالفتوى على الناس فيصادم بها أصول أهل الحق، وبالتالي تتضارب الفتاوى عند العوام، عوام الناس وهم القطاع الواسع الذين لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، لأنه ليست عندهم الملكات ولا الأدوات التي يزنون بها هذه الفتوى من تلك. الذي يقول هذه الفتوى صحيحة وهذه الفتوى خاطئة، الذي يقول هذا صواب وهذا خطأ، هو العالم الذي يمسك أو يملك زمام أصول الفقه وأصول القرآن وأصول السنة وما شابه ذلك. أما العوام فيقولون هذا شيخ وهذا شيخ، إلا أن هذا على حق وهذا على بدعة، فيقولون الشيوخ يختلفون، الفتوى تتضارب، ولو عرفوا موازين الحق لما قالوا ذلك. كذلك قد يكون تضارب الفتوى ناشئا عن عدم المعرفة بالدليل. عدم المعرفة بالدليل يعني إيه؟ يعني عنده حديث أو عنده آية لكنه لا يستطيع أن يوظف الحديث والآية في خدمة القضية المعروضة عليه، لا يستطيع أن يوقع الحديث والآية على القضية المطروحة بين يديه، وبالتالي ستخرج الفتوى ناقصة أو بعيدة عن الصواب. أما العالم الذي يملك أدوات العلم فيستطيع أن يوظف الآية والحديث وما عليه علماء الأمة في القضية المطروحة بين يديه، فيتواءم ذلك مع الفتوى فتخرج على الصواب، أو يكون ذلك ناشئا عن قلة العلم. الأول عالم لكنه لا يستطيع أن يوظف العلم، الآخر لم يجمع العلم كله أو أنواع العلم المتعلقة بالمسألة المطروحة عليه. فإذا كانت المسألة تحتاج إلى 5 عناصر فقد عرف منها 2 أو 3 عناصر وغاب عنه أو خفي عليه عنصران، فبالتالي تخرج الفتوى ناقصة أو خاطئة أو غير صحيحة. أما العالم الذي تطرح عليه الفتوى فيعالجها من نواحيها كلها بدراسة موضوعية متأنية منصفة، فإنه حينئذ يصل إلى الصواب. سرعة الفتوى، الاستعجال، لو قرأنا في باب الفتوى ما كان عليه سلفنا الصالحين كان الواحد فيهم حين يسأل لا يجيب مرة واحدة، بل ينتظر ويفكر ويدبر ويقدر، وأحيانا يقول لا أدري، وأحيانا يحيل على العالم الآخر حتى تدور الفتوى على 7 أو 10 من العلماء وترجع إلى الأول. كلهم يعرف أن الفتوى لها مهابتها ويخشى منها، فبعض الناس قد يتعجل في الفتوى ثم يندم بعد ذلك ويقول لقد كنت أجبت عن الفتوى الفلانية وتعجلت في الإجابة، ولو أني انتظرت قليلا لكان الأمر كذا وكذا. الفتوى ينبغي أن تأخذ وقتها، كالطعام الذي يطبخ يحتاج إلى وقت لكي يكون ناضجا طيبا فيقبل عليه الناس فيوكل بتذوق. وهناك أسباب أخرى لا تخفى على أحد، على رأسها أنه بعض الناس لا يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، فيأتي فيستشهد بحديث ضعيف أو بحديث مكذوب على قضية، ويأتي عالم آخر ويكشف ضعف الحديث أو يبين كذبة، وبالتالي ينسف الفتوى من أساسها. هذه أسباب أرجو أن تكون قد وضحت أسباب التضارب، ونسأل الله عز وجل أن يوفق علماء الأمة توحيد الفتوى فيما ينبغي أن توحد فيه، ولعرضها عرضا دعويا متميزا على العوام الذين يشاهدونهم في القضايا التي يختلفون فيها. حينئذ فيما نستطيع توحيد الفتوى فيه قد أمنا جانب الاختلاف، وما لا نستطيع أن نوحد الفتوى فيه لتنوع الاجتهادات بناء على النظر في الأدلة نعرض على الناس الفتوى بأسلوب يليق بأفهامهم وعقولهم حتى لا يحدث فتنة أو بلبلة. أسأل الله التوفيق. نذكر إخواننا أن الأسئلة متشابهة، ولهذا مش هطرح كل الأسئلة مدام متشابهة، راح تلقاو نفس السؤال اللي سألته تلقاه عند أخوك. فيه سؤال، كلمة، هذه من أخت، كلمة في النقاب هل هو فرض؟ وجزاكم الله خير. هو النقاب مشكلة في العالم الإسلامي بأسره، لكني أدين الله عز وجل بأن النقاب مشروع في دين الإسلام، مشروع مطلوب، كما أقول الصلاة مشروعة، الأذان مشروع، مشروع هذا وصف عام يعني مقبول، يعني له أصل في دين الإسلام. ما درجة المشروعية؟ ما درجة الطلب؟ يا ترى واجب فتأثم التاركة ولا مستحب فلا تأثم؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. علماء الأمة يقولون النقاب مشروع، فريق منهم وهو مدرسة قوية يقولون إنه واجب في كل الأحوال وله مؤلفات وأدلة،
وفريق آخر يقول إنه مستحب وليس واجبا، ولهم أدلة ويردون على أدلة الفريق الأول. نحن لن نطرح هذه الأدلة، نعطيك فكرة عامة عن الموضوع. لكن الفريقين اتفقا على أنه إذا كانت المرأة فاتنة يجب أن تستر وجهها لئلا تفتن، أو كان الزمان فاسدا وانتشرت المعاصي وتتعرض النسوة للإذاء سواء كانت جميلة أو غير جميلة، حينئذ نقول لها استري وجهك. اتفقوا على ذلك. والله من أخذت بفريق الأول جاز له، لتقول أنا هاخذ النقاب واجب جاز له، ومن أخذت بالفريق الثاني تقول مستحب زي ركعتين لله، تطوع، سيادة، فضل كما قال بعض العلماء، فهذا لها. على شريطة ألا، شريطة ألا تأتي الأخت الذي رأت وجوب النقاب فتصف الأخت الذي لبست الزي الإسلامي المحتشم الذي ينبي عن أنها مسلمة تعرف ربها وتصون عرضها ودينها، فلا تصفها بأنها سافرة أو آثمة لأنها كشفت وجهها ويديها. أقول لها لا، أنت اعتقدت الوجوب فامشي عليه ولا تكشفي، وأنت اعتقدت الوجوب بناء على النظر في الأدلة أو استمعت إلى العلماء الذين يعرضون ذلك. أما الأخت الأخرى فقد ارتضت لنفسها أن النقاب مستحب، فلا تصفيها بالسفور ولا بالإثم. وهي الأخت التي رأت أن النقاب مستحب فلم تكشف، فلم تستر وجهها ويديها، وأصبحت تلبس الزي الذي ينبي عن أنها تصون نفسها وترضي ربها، لا تصف الأخت المنتقبة بأنها متشددة أو متطرفة. نقول هي أخذت نفسها بالعزيمة وأنت أخذت لنفسك بالأيسر، وكلاكما على صواب إن شاء الله عز وجل. أرجو أن يكون هذا هو فصل الخطاب في المسألة، بذلك نتفق ولا نفترق، بذلك نتحاب ولا نتباغض، بذلك نتواصل ولا نتقاطع ولا نتدابر، والله ولي التوفيق. وليكن عمل كل واحدة من الأختين على التي لا تلبس أصلاً ملابس العفة، يعني لا نشغل، لا تنشغل المنقبة بالمختمرة أو المحجبة أو التي تلبس أي صفة تستر بدنها كما أراد ربها بأي طريقة إن كانت، لا تنشغل بهذه. وكذلك الأخت اللي هي التي لا تلبس نقاب لا تنشغل بالمنقبة. كي هاتان الأختان يجب عليهما أن تنشغل بمن؟ بمن لم تستر نفسها أصلاً. ونسأل الله الهداية والتوفيق. سؤال آخر من أم صلاح الدين. السؤال الأول فيما يخص طلب العلم في الاختلاط، تقول هل يجوز للمرأة الخروج من أجل طلب العلم وسط هذه المؤسسات التعليمية المختلطة؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فما السبيل إلى تحصيل العلم النافع؟ سؤال ثاني فيما يخص الإخلاص، كثيرا ما أعمل العمل فتحدثني نفسي بالرياء، وفي نفس الوقت أجد تأنيبها لي فأجدد النية والإخلاص لرب العالمين، فكيف أتأكد من أن عملي خالصا لوجه الله عز وجل؟ أما السؤال الأول وهو طلب العلم بالنسبة للمرأة في الأماكن المختلطة، الأصل عندنا أن النساء يطلبن العلم في مكان خصص لهن، وأن الرجال يطلبون العلم في مكان خصص لهم، هذا هو الأصل والذي ينبغي أن تحرص عليه الأمة الإسلامية بأسرها، كما كان الشأن في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النساء كنا يجلسن في مؤخرة المسجد ليس احتقاراً لهن، بل هو من باب يعني إدارة المكان. هل هو احتقار للنساء؟ حاشا لله، ليس احتقاراً للنساء، هو من باب إدارة المكان ومعرفة طبائع البشر وطبائع الغرائز البشرية وما شابه ذلك. حتى قرأت في بعض الروايات سبب نزول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، لها تفسيرات متنوعة، من ضمنها أن بعض الناس من المنافقين كان يتأخر عن صلاة الجماعة ليكون في الصف الآخر، فإذا كان في الصف الآخر كان أقرب إلى النساء، فإذا ركع نظر من بين رجليه أو من تحت إبطيه ليشاهد النساء، فقال الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم أي إلى الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين ذوي النيات الفاسدة الذين يتأخرون لأجل أن ينظروا إلى النساء في الصف. هو منافق بقى، هو حيبكي على حاجة؟ المنافق لن يبكي على شيء. أقول إذا كان الأصل وهو أن النساء في جانب والرجال في جانب، النساء لهن مؤخرة المسجد والرجال لهن المقدمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان زماننا قد حال بيننا وبين ذلك في بعض البلاد
وفي بعض الأماكن في بعض يعني مثلا عندنا في مصر تجد جامعة الأزهر النساء لهن كليات خاصة، قسم النساء قسم البنات لا اختلاط بالمرة في جامعة الأزهر، قسم البنين لوحده. في بعض الجامعات زي جامعة عين شمس هناك كلية البنات مستقلة، وهناك كليات أخرى في جامعة عين شمس فيها اختلاط وهكذا، ولعل عندكم كذلك. وستجد في بلاد متعددة هناك كليات مختلطة، هناك كليات، وهناك بلاد يوجد الاختلاط فيها على حد سواء، وليس هناك مكان للنساء ولا مكان للرجال، بل المكان واحد يسعهم جميعا. قلنا الأصل، إذا ضاق علينا الأصل وشق علينا ماذا نفعل؟ هل نترك المرأة عرضة للجهل بدينها والجهل بالعلوم والمعارف المعاصرة، ونحن أمة تبحث عن مكان وسط هذا العالم المعاصر الذي من لم يركب فيه مركب الحضارة والتقدم فإنه سيظل أبدا تحت الأقدام؟ نقول لا، عرض في البيت. الأم ينبغي أن تتعلم ما تستطيع أن تربي به أولادها من العلوم الحديثة، من العلوم الشرعية، ما يكفل لها أمن أسرتها وسعادة أسرتها وتقدم مجتمع ورقيها. فإن لم يتوفر لها المكان المتخصص فلا أقل من أن تخرج هي وقد لبست ملابس الحشمة والعفة والوقار، وذهبت إلى الكلية أو المدرسة، وانضمت إلى قريناتها من النساء أو من البنات، فتجلس مع أخواتها. الرجال لهم جانب والنساء لهن جانب. هؤلاء عندنا الشيخ أبو زهرة، وقد جاء عندكم هنا في الجزائر قديما رحمة الله عليه، الشيخ أبو زهرة لما كان يدرس في الحقوق كلية الحقوق كان يدخل فلا يبدأ المحاضرة، وكلية الحقوق كلية مختلطة عندنا في مصر، لا يعني البنت جنب الولد صف قدام صف في الآخر، بنت بين ولدين، ولد بين بنتين، لكن الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه ما كان يبدأ المحاضرة إلا إذا أخذت البنات جانبا وأخذ الصبيان أو الأولاد جانبا، البنات لهن اليمين مثلا والصبيان لهن الشمال أو العكس. فإذا لم تتمكن المرأة من أن تجد الكلية التي لا يوجد فيها إلا النساء فلتخرج على بركة الله عز وجل، تعرف دينها وتعرف ربها وتتقي الله عز وجل وتنضم إلى مثيلاتها، ولا تخالط الرجال إلا في حدود العلاقات العامة، في حدود مثلا التواصل العلمي إن ضاق عليها تتواصل معها، كما تقول القاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وعموم البلوى يخفف الحب. ونسأل الله أن يرزق بناتنا ونساءنا من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأخواتنا جميعا أن يرزقهن العفة والحشمة والوقار، وأن يعلمهن أمر دينهن وأمر دنياهن. أما السؤال الآخر وهو ما يتعلق بالنية، أن النية تنقلب عليها ثم تعود ثم تنقلب، هذا هو الشأن، هذا هو الشأن. بعض الصالحين يقول، وأظن سفيان رضي الله عنه ورحمه يقول، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. المعالجة هي المحاولة ومنه العلاج، الطبيب يصف العلاج، العلاج معناها إيه؟ بذل الجهد بوسيلة معينة مع التحري البالغ واستفراغ ما في الوسع للوصول إلى توصيف العلاج بعد تشخيص الداء. فالمعالجة فيها شدة وفيها جهد يبذل. يقول عالجت نيتي، يعني أنا أعمل العمل مخلصاً لله ثم تنقلب النية فأجدد النية ثم تنقلب فأجدد، فما زلت في عناء مع نيتي، ما وجدت شيئاً أشد علي من النية. لكن في النهاية مع المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيوماً ما سيصل كما قال بعض العلماء، طلبنا هذا العلم لغير الله، يعني هو داخل العلم عشان يبقى هو الأستاذ فلان والشيخ فلان ويشار إليه بالبنان والناس تقعد بقى حوالين منه ويبقى هو اللي هنا وهو اللي هناك. طلبنا هذا العلم لغير الله، طلبناه للدنيا، فأبى أن يكون إلا لله. ليه؟ لأن العلم فتح له الآفاق وعرفه بمداخل الشيطان وعرفه بأصول المعاملة القلبية، فأصلح نيته وخلصها لله عز وجل. الإمام الشعبي فيما أذكر، عامر بن شراحيل الشعبي رحمة الله عليه، بيقول يأتيك الشيطان ليفسد أو يقطع عليك صلاتك ويقول لك إنك تطيل الصلاة رياء. ألم يحصل مع واحد منا ذلك؟ أنت تصلي في المسجد مثلا وتقبل على الله وتنفصل عن الناس، وأنت تصلي خاشعا تحسن صلاتك لله والله يعلم صدق النية منك ويرى ما في قلبك، يأتيك الشيطان فيقول لك أنت ترائي، أنت تطيل الصلاة لأن الناس يرونك. هل رأيتم الشيطان ينهى عن الرياء؟ لا،
الشيطان يأمر بالرياء. هل رأيتم الشيطان يأمر بالإخلاص؟ ده الشيطان ينهى عن الإخلاص. عمرو بن فرحيل الشعبي يقول إيه؟ الشيطان أراد ألا تصلي، يعني قاعد يوسوس لك ما تصليش، لا تصلي الآن، أمامك عمل كذا، الوقت كذا، اذهب إلى كذا، لكنك جهدت نفسك وذهبت للصلاة، قاومت الشيطان، فلما دخلت في الصلاة أراد أن يفسد عليك الصلاة لئلا تصفو لك، لئلا تخلص لك، فيقول لك أنت تطيل الصلاة رياء، فماذا تفعل معه؟ قل له في نفسك: والله لأزيدنها طولا أيها الخبيث. أنت بتقول لي ما تطولش الصلاة، والله لأزيدنها طولا. متى كنت تأمر بالإخلاص؟ متى كنت تنهى عن الرياء؟ حينئذ ينقطع عنك. أختنا الفاضلة أقول لها: هذا شأن النية، هذا شأن القلب، كما بدأت محاضرتي أشد تقلبا من القدر في غليانها، فمرة علي ومرة لي، والنهاية متى جاهدت نفسك تأخذ ثواب النية الصحيحة وتأخذ ثواب المجاهدة، والنهاية يهديها الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل وإلى صراطه المستقيم. لكن أدقق على مسألة مهمة جدا، بين الإخلاص والرياء شعرة، بين الإخلاص والرياء شعرة دقيقة، شعرة دقيقة جدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فقال له: يا رسول الله، إني أعمل العمل بالليل فأسره، ما هو بالليل يعني ما حدش شايفني، لا يراني أحد، ورغم أنه في الليل يتخفى، رغم أن الظلام يستره ولا يراه أحد، إلا أنه يحرص على التخفي في الظلام، إذن هو مخلص لله، يريد أن يكون العمل لله لا يراه أحد عليه، فأصبح فيطلع الناس عليه، الناس يرون ما فعلته، من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ فيتحرى الناس كما هي العادة حتى يصلوا إلى الفاعل، ما شاء الله عليك، هو أنت اللي بتعمل هذا العمل؟ وإحنا بنقول مين اللي بيعمل العمل ده؟ ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك، ربنا يبارك لك، والخبر يطير، هو أنت اللي بتعمله؟ أي واحد فينا حين يسمع ثناء الناس ومدحهم غريزة فينا لا نستطيع التخلص منها، جبلنا الله وخلقنا عليها، أننا نحب المحمدة، نحب الثناء، هل هذا رياء؟ أنا عملت العمل لله وبعد أن عملت وانتهى اطلع عليه الناس بوسيلة أو بأخرى فحمدوني وأثنوا علي بالعمل فسررت، السرور الطبيعي الغريزي الجبلي الفطري، هل سروري هذا يعد من الرياء؟ الرجل يبحث عن إجابة، فيطلع عليه الناس فيحمدوني يا رسول الله رغم أن أنا أسررت وعملت بالليل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس رياء، لك أجران، أجر السر وأجر العلن، أنت فعلته سرا فأراد الله أن يظهر العمل لتأخذ الأجر مرتين، مرة لما أخفيته إخلاصا لله، ومرة لما أظهره الله عز وجل إكراما لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق فيشهدون لهم بالعمل الصالح. وفي رواية قال للرجل: تلك عاجل بشرى المؤمن، كن عملك الصالح أنت تحرص على إخفائه والإخلاص فيه والناس يعلمونه ويحمدونك عليه، حينئذ يطير ذكرك في الناس والله يعلم منك الإخلاص، هذه بشارة عجلها الله لك في الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبالله التوفيق. ودعاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لازمين: اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، يعني آتيه عمدا من غير إخلاص، وأستغفرك لما أعلمه، يعني لما قد يكون داخلني من الرياء وأنا غير منتبه إليه، هذا دعاء يداوي الرياء ويداوي العجب في النفس، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، وبالله التوفيق. آخر سؤال، إحنا على موعد مع مقابلة في كرة القدم مع الفريق المصري، وهذا سؤال من الأخوين، يقول الأخ: يا إمام، جزاك الله خيرا، أرجو منك أن تطفئ نار الفتنة بين الجزائر ومصر خاصة في ميدان كرة القدم، والشائعات التي تقول أن الجزائر في عداء مع مصر، وأنا أضيف أن يقول هذا الكلام هناك كذلك في مصر، باش يستحضر بنا في المقابلة العودة.
نختم بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به مجالسه كلها أو أغلبها كما ورد عن عبد الله بن عمر: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمعنا على كلمة الحق يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم، شكر الله لكم حضوركم، وجزاكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لأخينا الفاضل، إن شاء الله يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته، وأن ينور هذه الوجوه اليوم وغدا يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.